ما بدي اخذ شيء. شو بدي اعمل لك؟ شو بدي اخذ له؟ شوفي اخي شوفي. ما بدي اخذ له شيء. ماني كلب. ماني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم العود واشي. بداية نسأل الله تعالى النصر والتمكين لثورتنا المباركة وأن يتقبل شهدائها ويداوي جرحها ويفك أسر مأسوريها. اليوم رح نجي بتجربة جديدة، وهي التجربة كمان رح تبين لنا ردة فعل الناس كيف رح تتعامل مع شخص كفيف وإجا شخص ثاني وسرق منه مصرياته. أنت خلص تعال بلا هلا تعال بينت هلا مقدمة بس. فاليوم نحن رح نحتاج الأخ يمان معانا للتصوير، فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تابعونا. انت بتعرف تقرا؟ تمام عمو تمام، الله يعطيك العافية. خلص تمام عمو، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خير خاي، لازمك شيء؟ أخي الكريم، احنا بأي شارع أو أي حي أو مشكلة ماني من هون، يعني أنا كمان عم استنى واحد هون بس ما بعرف شو اسم المنطقة. هاي زكاتك أنا ماني من المنطقة، والشاب مضيع هون عم يسألنا إنه نحن وين؟ يعني بحي الجامعة. ايه شو هاي المنطقة اسمها حي الجامعة؟ شو لك في شيء نقطة علامة؟ طيب اخي انا انت وين ساكن انت؟ انا ساكن نيح دوار الكرة، صار لي شيء ساعتين طالع من البيت واهلي يعني بيكون شغل بالهم علي. جامعة؟ طيب في منطقة معينة هون علامة لانه الشاب ضايع، انت وين ساكن يا خاي؟ نحن ساكنين نيح القصور، بس اكادك انا معي جوال بس طالع لي اسم الوالد بس شو اسمه؟ واعطي العنوان. اخي في بطاقات افجاز او وفي مصاري بحطهم كمان اذا ما معي نت بشتري زكاتك. حاول بس تتصل لي فيه لانه صار لي من فتره منيحه. طيب ما في عنده نت اخي؟ طيب في افج جهاز في وراء نت كثير بحطوني انا اهلي مشان اذا تعرضت لهالموقف وضعت او طلع. ما في ورقه نت صوتي. طيب إذا أخي إذا في مصاري روح اشتري لي بطاقة، الله يجزيك الخير. في مصاري يا أخي. أخي إذا في مصاري اشتري لي بطاقة أي عند أي سمان، الله يرضى عليك. تفضل تفضل أنا بشتري له. شو ما كان؟ لا والله سامع أنا بعرف بشتري له بطاقة. أخي ما عم بقدر أمشي بس. تريح شوي. هلا أنا بشتري لك بطاقة. استريح استريح. أود. بس بعد إذنك أخي بس. ضايع الشاب ما عرفان. طالع لي اسم الوالد او بابا او هيك يعني هيك مسجل هو. اقول لك لالو. ها؟ لا اله. لا؟ ايه. اعطيك انا وقع من جيبه. شلون؟ وقع من جيبه. شلون؟ لا منه معك شيء مصاري انت كان؟ ما شفتهم بعيوني. شفتهم بعيوني ما في داعي. هذول الي بس طالع لي اسم الوالد. بس شو اسم الوالد؟ بس قل له انه انا هون ضايع بلكي حدا انه بيجي بياخذني. بس مسوك الجوال اخي. لا لا ايه خاي ايه معك بس هون طالع له اسم جيب بتعرف تقرا؟ اخي تعال مفتوح الجوال يا اخي. ما فيه كلمه سر. انا بشوف لك اذا في بطاقات. طلع لي. روكي هنا مطعم هون كوني قريب عليك تبرك فيه نتصل على الوالد خليه يجي. اخي ما بدي اقعد بمطعمي شوف شوفوني عالم بطاقات ما في والله. طيب اخي اذا في مصاري بحطوني مصاري في مصاري بس لا في مصاري بس لا اذا كان اشتري لي اخي بطاقه و... تمام اخي اشتري لي بطاقة وارجع هلا انا بدي تتواصلوا معي. لا 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 اعوذ بالله. لا 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 يا معلم ما في يا اخي بطاقة نت انا بجيب لك هلا بطاقة نت خليك جادي بس شوي خال شغلتي. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي. شو اخي صار شو صار معه؟ ما في شيء راي جيب لك بطاقه واجي سيب جوالك شوي اخي بس لا تتاخر صار لي من الصبح طالع والله يا اخي شلون؟ صار لي من الصبح طالع هلا بشتري بطاقه واجي بشتري له انت بطاقه؟ زكاتك حجي شو؟
وين تليفونك بس اعطيني؟ اخي اشتريني بطاقة او بس لا تأخر علي، الله يرضى عليك. تأخر علي، الله يرضى عليك يا اخي. اخي اشتريني، انا بحطوا اهلي معي مصاري، اشتريني بطاقة. هدول الي ما الي ما انا شوي اخي بس زكاتك شي معي بس بتعرفوا شي؟ لا خلص فلوس وين دروا؟ بس مصريات هدول ما مصريات. طمني يا اخي ايش حال؟ اخي بعد اذنك في مصاري اعطيه حق النت للشاب ما بصير اخي اخي هون جيبت لي هون او هون طلع لي اخي زكاتك لا اخي لا لا انا ما برضى اخي الله يبارك فيك ما حق شيء والله بس طلع لي هون حلبت ما خلص ما راح اخذ طلع لي هديه هديه خيو هديه طلع لي هديه هديه خيو هديه اخي هات لهون بس ما في بطاقات يا اخي هات اخي بس بدك تاخذ له اياه روني ما بدي اخذ شوفي اخي شو بدي اخذ شوفي اخي شوفي ما بدي اخذ شوفي 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 اخي 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 شوفي ابو حميد بس ردي علي والله يلا يلا سام بس هيك اهلي بيكون مشغول بالهم علي بس رح اوصل لهون على البركيه طيب اخي الله يرضى عليك لا تاخر علي خذها ولا تحكي لحدا خلص خلص تقول لحدا شو صار معك يا ابو حميد ايه خاي شو صار معك يلا هلا بظبط لك امورك زكاة بس ثواني شلون خلص ما بتقول لحدا ولا صوتي 50 بلكي نسمعك لو صوتك خلاص يعطيك العافية عمي أنا بزبط الأمور إن شاء الله شكرا شلون عمي؟ إيه تمام توكل على الله معلم بس قبل ما نمشي هذا الشاب معي تمام؟ نحن عم نعمل تجربة اجتماعية في كاميراتهم بس نختبر أمانة الناس نحن برنامج اسمه برنامج العود وإشرة لك نحن عم نصور في كاميرا احنا بنعمل تجربه اجتماعيه اهل ادلب طيب احنا عم نعمل تجربه اجتماعيه انا حاولت بعد انك شم اكل الكف حسيت على جسمك البوكس لذلك مسكته احنا عم نعمل تجربه اجتماعيه بس عم نصور امانه الناس يعطيك الف عافيه يا رب الله يبارك الله يجزاك الف خير انا بس هي الاختبار كان موضوع الاماني وكذا انه الناس انشهرت هلا انت اعطيهم اشاره بس للشباب ليكم ها قلب الفون ليكم اعطونا اشاره شباب يصير في شيء حرام قدامك ولو ما بدك تشارك فيه لا تسمح بوجوده بالاصل الله يعطيك العافيه لا تواخذنا معلم مشكور تعال ده البرد في جسم معلم عم طلع على ايده يا شباب والله العظيم اكلت كف هلا والله كنت بدك تسلم على الكاميرا بالمترو